تدرك الحملة الانتخابية أيامها الأخيرة وسط نشاط مكثف للمترشحين وممثلهم ومع احترام متبادل تجلى خارج قاعات الخطابات من يتجول بين الشوارع والأحياء سيلاحظ غياب ظاهرة الإلصاق العشوائي لصور المترشحين الثلاث بشكل تام وحتى في الأماكن المخصصة لذلك احترمت القواعد المطلوبة هؤلاء المترشحين أدوا حملتهم الانتخابية في جو هادئ في جو امن الحمد لله تقريبا لم نلاحظ او لم يعني ياتينا اي اخطار لم نلاحظ اي سلوكات غريبه او سلوكات غير اخلاقيه او منافق او منافية لاخلقت الحياه السياسيه كل يدلي بدلوه في هذا الجانب ويبقى ما مدى استماله هؤلاء المترشحين في سيدي ان صح التعبير صيدي اصوات الناخبين واستمالتهم من اجل الظفر باصواتهم الانتخابيه حين تصمت المنابر بعد انقضاء الحملة الانتخابية ستكون الصور المعروضة في الأماكن المخصصة لها وحدها من سيتكلم إلى حين السابع سبتمبر يوم الاقتراع قمنا بدورة على هذه الأماكن ولم نلاحظ أي تجاوز سواء في الأماكن المخصصة حيث كل واحد التزم بمكانه ولم نسجل أي مثل تكسير للألواح الخاصة بإشهار ترشيحات لحد ساعة ما يقارب ال يوما من التنافس المشروع عرض فيه المترشحون الخطوط العريضة والتفاصيل الدقيقة لبرامجهم في ظل احترام تام إذا كانت غايتهم إقناع الناخبين ببرامج هادفة ليبقى للمواطن الفصل في أحسنها يوم السابع من سبتمبر